لما يتفتح متحف باسمه بعد 13 سنة. قدمنا حاجات كتيرة. بعد الافتتاح نزلت بعض الأخبار عملت حالة من الربك. كل واحد عنده أجندة. ابنة نجيب محفوظ الأستاذة أم كلثوم نجيب محفوظ. أنا بقيت اسمي المطارد. مدير المتحف أستاذ يوسف القعيد. مصر قول لي نجيب محفوظ شكرا. أنا يكرموني ليه؟ لو غلط يعتذر. هدافة الدوري حصلت على الحذاء الذهبي. وده كان التحدي بالنسبة لي. كابتن سارة عصام. ليها طعم تاني لما الواحد يكرم من بلده. في حلم رابع كمان ممكن يتحقق. إن شاء الله. لأول مرة يكون موجود بالطريقة. جاربج ميوزك. موسيقى مع الزبالة. علبة صفيح إزازة بلاستيك فكرة عايزة تتدوزن أوركسترا مختلف من الأقصر.